الله الرحمن الرحيم. في الحديث: ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما لمن أمن الوعيد. نبارك لكم هذا العيد السعيد، وهو أحد الأعياد الإسلامية المهمة، فإنه في الأحاديث أن الأعياد ثلاثة: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الغدير. فالعيد ليس لمن لبس الجديد، وإنما لمن أمن الوعيد، والأمن من الوعيد إنما يكون بإطاعة الله. وهناك وعيدان: وعيد دنيوي حتى لا يكون الإنسان في ظن، كما قال سبحانه: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وعيد لمن أمن وعيد الآخرة، حيث قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. عاش في الحياة الدنيا 50 سنة أو 100 سنة أو ما أشبه ذلك، وهناك في الحشر ووقته 50,000 سنة يكون أعمى. هذا أيضا وعيد، وإنما ذلك يكون بإطاعة الله. كما أننا نشاهد عند المسلمين في الدنيا ابتلوا بالضنك، فكل الصناعات وكل العلوم وكل التقدمات إنما يكون من الغرب: الراديو والتلفزيون والصحف بهذا الأسلوب، والمطبعة والتلفزيون والإنترنت، وكلها من الغرب. لماذا؟ هذا معناه تأخر المسلمين، بينما قال رسول الله: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فقط في بلادنا النفطية النفط موجود، لكن هذا أيضا ينتهي كما قاله الخبراء. فنرجع إلى فقراء، كما حدث هذا الشيء في أذربيجان. أذربيجان كانت من البلاد الثرية جدا، حتى كانوا إذا جاءوا إلى العراق النجف وكربلاء وما أشبه، كانت تسمى السنة الذهبية لكثرة ما ينشرونه من الذهب. أما اليوم فترى، وبعد أن أخذ ستالين تلك البلاد، هم فقراء يحتاجون إلى الخبز ولا يجدون. والعياذ بالله، إذا نحن استمررنا على هذه الحالة نكون في المستقبل حتى بلادنا النفطية الحاضرة تكون هكذا. لهذا يجب علينا أن نفكر الآن في الخلاص من هذا التأخر والتشدد والتفرقة وهذه الأشياء المعروفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيدا سعيدا وفاتحة خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمكم جميعا في خير ورفاه وعزة وسعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.